دلوقتي ركب معايا زبون، انا النهارده لما اروح افول اخر النهار مش هيحاسبني على السعر اللي انا كنت بحاسب عليه، هيبقى في زياده. دلوقتي بحاسب الزبون يقول لي شغال العداد، انا مش عارف اشغله العداد. انا اجي اخر النهار هعرف اكفي الورديه؟ انا بشتغل على العربيه دي مش بتاعتي، هعرف اكفي الورديه وهدي صاحبها فلوس؟ ولا هيجي اخر النهار يقول لي اصل انا ماليش دعوه بزياده ومش زياده، والزبون بيركب دلوقتي يقول لي شغال العداد. طب العداد مكتوب على السعر القديم، دلوقتي انا هشغلك ازاي العداد؟ بعدين تيجي تقول لي لا انا ما اقدرش اديك زياده. طب نتفق على المشوار؟ يقول لي لا انا ما اتفقش. كل ده على حساب مين ومين المسؤول؟ وكل ما يجي حد يتكلم يقول لك انت بتتكلم ليه؟ ما احنا مش عارف ايه، احنا مش عايزين حاجه، البلد تبقى في امان. امان ايه؟ طب هنعمل بيه الامان؟ وفين المنظر ده؟ منظر امان ده حاجه تدل على ان البلد فيها امان؟ وايه الفايده من كده؟ ومين المسؤول؟ تيجي تتكلم يقول لك محدش عشان خاطر مصر. طب ما احنا عشان خاطر مصر استحملنا كتير، امتى بقى مصر هتدينا يعني؟ فعلا هم بيقولوا هيغلى من النهارده الساعه 1 بالليل. لو غلي طبعا لازم الاجره تغلى على الزبون. تغلى قد ايه بقى؟ نفس الغلو اللي غلى عليا. طيب هل انت هتشغل عداد ولا لا؟ لا مش هشغل عداد طبعا، عشان العداد مش هيجيب الاجره اللي هتستهلك بنزين. طيب لو انا بركب مشوار تاكسي ب 10 جنيه بعد الزياده دي هيكون المشوار بتاعي؟ ممكن مثلا يبقى 15 جنيه؟ اه مش هشغل عداد، اللي عاجبه يركب واللي مش عاجبه ما يركبش. انا همشيها ببلاش حرام. بس يعني كنت شغال عداد؟ لا مش شغال عداد. هل ممكن تعملوا مظاهرات تانية عشان موضوع تزودوا تعريف العداد ده؟ على حسب بقى، ترجع للناس. الناس نزلت، انت عارف اللي بينزل في يعني. من بكره مفيش تشغيل العداد؟ بكره مش شغال عداد، انا عن نفسي مش شغال عداد. اللي عارف يركب حرام. اشغل عداد ما بخسر عربيه ماشيه ببلاش، ده حرام.